أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة مستجدات ملف الحرب على الإرهاب في اليمن وتداعياتها على المدنيين. قالت وكالة الأناضول إن 7 مدنيين قتلوا بالإضافة إلى 3 من عناصر تنظيم القاعدة جراء غارات شنتها طائرات من دون طيار في البيضاء. ونقلت الوكالة عن مصدر محلي أن طائرات يرجح أنها أمريكية قصفت بأربع غارات مواقع في منطقة صرار الجشم بمديرية ولد ربيع، مشيرا إلى أن 3 غارات استهدفت مدنيين لا علاقة لهم بالتنظيمات الإرهابية. وأضاف المصدر أن غارة استهدفت سيارة لأفراد تنظيم القاعدة ما أسفر عن مقتل 3 منهم. هذا وتشن طائرات أمريكية غارات على مواقع مفترضة لعناصر التنظيم ويتسبب بعضها بسقوط مدنيين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل ما تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية من آلية ناجعة في محاربة الإرهاب؟ وما هي السبل والآليات لحماية المدنيين من ضربات الدرونز في اليمن؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة التقرير. تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في حربها الصامتة ضد ما تقول إنها أهداف لتنظيم القاعدة وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، على وقع انهيار الدولة وفقدان السيادة الوطنية في اليمن. مئات الغارات التي نفذتها الطائرات الأمريكية بدون طيار على مناطق شاسعة في اليمن تجاوزت أكثر من نصف المحافظات اليمنية منذ أن تم السماح بتنفيذ تلك الغارات مطلع عام 2001 في محافظة مأرب شمال شرق البلاد. غالبا ما تؤدي الغارات الأمريكية لسقوط ضحايا مدنيين جراء عدم مراعاة قواعد الاشتباك، وسبق أن سجل مقتل عشرات المدنيين في الغارات الأمريكية في منطقة المعجلة وفي البيضاء، حيث تم استهداف موكب أعراس، كما سقط أطفال ونساء في الإنزال الجوي الذي استهدف منطقة قيفة مطلع العام الجاري. مساء أمس سقط 7 مدنيين بالإضافة إلى 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة جراء غارات شنتها طائرات من دون طيار في محافظة البيضاء. سجلت مراكز بحثية أمريكية وقوع أكثر من 120 غارة للطائرات بدون طيار منذ بداية العام الجاري، وهذا الرقم قد يبدو أقل بكثير من عدد الغارات التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى. الحرب الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب تظل غامضة وغير خاضعة للمعايير الأخلاقية والقانونية، واستمرارها يكشف عن الدور الأمريكي في استمرار الأزمة في اليمن ويضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحقيقة علاقتها مع كافة الأطراف بما فيها تلك التي تدعي عداء أمريكيا بينما تستفيد من عملياته على الأرض. استمرار سقوط المدنيين بنيران الميليشيا والطائرات الأمريكية بدون طيار يعد أحد أشكال أزمة الضمير الإنساني العالمي وغياب العدالة، وتبقى الأسئلة حول مشروعية تلك الضربات وحقوق الضحايا مفتوحة على مصراعيها بانتظار عودة دولة تعيد لليمنيين قيمتهم وتوقف الموت العابر للحدود. نبدأ النقاش مع ضيفنا من القاهرة المحلل العسكري علي الذهب. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. إذن غارات جديدة للدرونز الأمريكي وضحايا مدنيين جدد، كيف تقرأ الحرب الأمريكية على الإرهاب في اليمن من زاوية التزامها بقوانين حماية المدنيين؟ شكرا لك. بداية ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على اليمن أو على المنطقة العربية، ويأتي مكافحتها في إطار اتفاقيات أبرمتها الحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق علي عبد الله. ولدى اليمن يعني ضباط ارتباط في جيبوتي وفي الولايات المتحدة، وكشف عن ذلك الرئيس عبد الرب منصور هادي في خطابه حول هذا الأمر قبل 3 سنوات عندما كان في صنعاء. لكن فيما يبدو أن الإرهاب أصبح ذريعة للتدخل الخارجي سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو ذريعة
لتصفية الخصوم من قبل أطراف صناع داخل اليمن أو أطراف إقليمية لها يعني مغازي أو أهداف داخل البلد داخل اليمن. ويمكن الإشارة إلى هذا الجانب إلى طرف من أطراف الصراع هم الحوثيين الذين يستفيدون بشكل أو بآخر من التخلص من خصومهم خاصة في منطقة البيضاء بإلصاق تهم الإرهاب. هناك ظاهرة إرهاب حقيقية وهناك عناصر موجودة في هذه المناطق وفي مناطق أخرى، ولكن كما قلت لك أنه هناك توظيف لضرب الخصوم عن طريق تقديم معلومات قد تكون خاطئة أو معلومات غير موثوق فيها، وبالتالي يتحمل المسؤولية هؤلاء الذين يرصدون الأهداف أو يضعون الشرائح أو أي وسائل من وسائل تتبع العناصر. وبالتالي فإن مسألة الإرهاب تظل مفهوما واسعا في يعني مفهومها واسع في هذا في ضوء هذه العمليات التي تحدث الكثير من الأخطاء والضحايا المدنيين في النساء والأطفال، في ظل الكثير من الأهداف التي تسعى لتحقيقها بعض الجماعات أو الدول أو الكيانات الإقليمية. وبالتحديد يعني إذا أردنا أن نشير بالأصابع الإشارة إلى دور الإمارات العربية المتحدة التي شاركت في عملية يكلا في مطلع هذا العام وأسفر عن ضحايا مدنيين كثر، وكان هناك تنسيق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كشفت الولايات المتحدة عن هذا الأمر تحديدا. طيب الآليات المتبعة الآن من قبل الولايات المتحدة إلى أي حد هي تمكنها من الحد من انتشار الجماعات الإرهابية؟ أعتقد هو الآن ما هو مستخدم الآن هو مفهوم القوة، وهو يندرج تحت مفهوم أمنة الإرهاب، وهذه الآلية أو هذا التدبير أو هذا الإجراء غير سليم، ولكنه في ظل الظرف الراهن هناك انهيار للدولة، هناك سلطات متنازعة، كل سلطة تحاول أن تبرئ ساحتها من تهمة الإرهاب فتقدم معلومات أو تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق الاتفاقات السابقة أو الاتفاقية السابقة، على اعتبار أنه أو على يعني نقول أن كل جهة تريد أن تثبت شرعيتها وأنها سواء كانت الشرعية سلطة شرعية السلطة الشرعية أو سلطة الحوثيين في صنعاء، يحاول كل طرف منهما إبداء المعلومات أو تقديم المعلومات بخصوص العناصر الإرهابية أو مناطق تواجدها أو تمركزها، وبالتالي يعني محاولة لكل واحد أن يثبت شرعيته. بالنسبة للآلية كما أسلت كما فضلت سؤالك، هي يعني الآن ما يندرج استخدام القوة الخشنة، يندرج تحت مفهوم أمنة الإرهاب، وقد هناك إجراءات أخرى أو تدابير أخرى معروفة دوليا وإقليميا وأيضا حتى على مستوى اليمن، ومن ضمنها مسألة الحوار، وقد فتح يعني باب الحوار التحاور مع جماعة الإرهاب وحققت نتائج كثيرة إبان الحكم السابق. لكن هناك تدابير أخرى تتعلق بتدابير المنع العملية الإرهابية، وتحتاج إلى وقت طويل وتحتاج إلى استقرار وتحتاج إلى يعني أمن وسلام، وهنا تأخذ العملية أكثر من ذلك، وهو بعد أمني عسكري فيها الجانب الخشن، وفي بعد التنمية وبعد يعني تدابير بناء قدرة الدول أو بناء قدرة اليمن تحديدا خاصة، ولكن هذا أنا أعتقد أنه لن يكون إلا بعد إحلال السلام في اليمن. طيب نشرك معنا بالنقاش من عدن الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سعيد الجمحي، أهلا بك أستاذ سعيد. سعيد، إذا منذ سنوات تتجاوز العشر ربما والولايات المتحدة تخوض حرب في اليمن ضد الإرهاب، كيف يمكن فهم هذه الحرب إذا ما قورنت بالنتائج التي حققتها حتى الآن؟ هو واضح أن المشكلة الأمريكية في اليمن مختلفة تماما عما تسبق في أماكن ومناطق أخرى من العالم، هي تنطلق أولا دون رقيب ولا قيود، ايضا من الضروري ان نقول انها ايضا لا تساهم بشكل حقيقي في التخلص من الارهاب، بمعنى انهم يتعاملون بما يمثل هذا الارهاب لهم تهديد لانهم القوم. استاذ سعيد اعتذر منك، فقط سنعاود التواصل معك مره اخرى حتى يكون الصوت اوضح.
أعود لضيفي من القاهرة المحلل العسكري الأستاذ علي الذهب. أستاذ علي، حقوق الضحايا المدنيين، ماذا عن هذه الحقوق ولماذا الصمت؟ الآن هناك سلطة أو سلطتين تحكمان البلد، وأعتقد أنه يعني تضيع الحقوق في ظل عدم وجود سلطة حقيقية تدافع عن مثل هؤلاء. هناك يعني مكافحة الإرهاب هي لا تعني أنه القضاء على الإرهابيين، تدميرهم، تدمير مساكنهم، تعقبهم. هذه الآلية هي آلية غير مقبولة في الاتفاقات الدولية وفي الاستراتيجيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. هناك ضمانات سواء للإرهابيين أو للمدنيين. الإرهابيين يخضعوا لمحاكمات، وهناك اتفاقيات دولية في ظل الاختلاف حول تفهم يعني تعريف مفهوم الإرهاب، لأنه ليس هناك اتفاق دولي أو توافق دولي على المفهوم ما هو الإرهاب. ولكن هناك اتفاقيات، مثلا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 98، اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي هناك حقوق يعني بالنسبة للمحاكمات، يعني التبريات، يعني يعطى حق الدفاع للمتهمين بخضوعهم للمحاكمات والتحقيقات. وأما بالنسبة للمدنيين فيخضع هذا الأمر إلى الحقوق اللي هو القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأعتقد أنه في ظل كما أشرت سلفا أنه في ظل الأوضاع الراهنة باتت الحقوق المدنية للمدنيين أنفسهم الذين يعيشون داخل اليمن منتقصة، فما بالك بحقوق الضحايا الحرب أو ضحايا الإرهاب أو ضحايا الطائرات التي تخطف أرواحهم وهم نائمون على أسرة النوم، وخاصة الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة. نحن إذا بصدد قوة غاشمة تقتل الأطفال وتقتل النساء وتقتل الرجال تحت ذريعة الإرهاب، وهذه المسؤولية تحملها كافة الأطراف سواء الداخلية أو الإقليمية المشاركة في الحرب على الإرهاب أو الولايات المتحدة على وجه الخصوص. طيب، أعود لضيفنا من عدن الأستاذ سعيد. أستاذ سعيد، إذا كنت تتحدث عن قراءتك لهذه الحرب وفقا وبالنظر إلى النتائج التي حققتها حتى الآن، تفضل. أقول أن الأمريكيين باختصار الإدارات الأمريكية كلها أثبتت أن مصالحها والتي يبنونها من الحرب على الإرهاب هي المقدمة أولا، فليست هناك أهمية إلا للأمن القومي. بالتالي هم يعاملوا اليمن ربما هامشيا أكثر من أي منطقة أخرى. طوال السنوات الماضية نلاحظ أن الأمريكيين لم يقدموا مساعدات حقيقية تذكر في مجال الإرهاب ومكافحة الإرهاب وحرب على الإرهاب. أيضا بل انقطع هذا الدعم، حتى هذا الدعم العيني أم العسكري المحدود أيضا انقطع بالفترة الأخيرة، وأصبح منذ تقريبا أكثر من 6 سنوات ليس هناك أي مساعدة حقيقية. لأن الأمريكيين وجدوا أنفسهم أنهم ليسوا بصدد تقديم أي إسهامات في هذا المجال، فيدهم مطلقة. يعني عموما ليس هناك لهم دلائل تشير إلى أن لديهم إرادة حقيقية للتخلص من الإرهاب. لا يمكن أن تكون الأمريكيين بالنسبة في اليمن أي استراتيجية حقيقية، بل يستفيدون أزمات الموجودة في اليمن، وهذه ربما تشكل مشكلة حقيقية لم يتنبه لها الكثيرون. لو تعامل الأمريكيون في وقت مبكر حتى مع علي عبد الله صالح، وكانت هناك جدية ومنه الانضمام على عبد الله صالح، لا كان حال الترهاب وكان حال الجماعات الإرهاب أقل بكثير من ما نحن عليه. لا زالت الجماعات الإرهابية تهديدا حقيقيا الآن. صحيح أن العمليات تتطور من الآخر، وصحيح أن هناك متغيرات حصلت، لكن لا تزال ورقة الإرهاب تستخدم أيضا كذريعة سياسية لتحقيق مصالح، وتختلط فيها وتتعقد الأمور للأسف في هذه الفترة خاصة. طيب أستاذ سعيد، هذه الحرب ما الذي تحتاجه من حيث الوسائل والآليات باعتقادك؟ وهل الآلية المتبعة فيها الآن هي مفيدة وتحقق نتائج حقيقية؟
فأنا الحرب على الإرهاب أولا مشكلة متجذرة ومشكلة ذات تفرعات، ليست هي عسكرية، ليست هي أمنية فقط، عسكرية وأمنية واجتماعية وتعليمية، تتجذر أسبابها في كل يعني، فبالتالي تحتاج إلى يعني جهود كثيرة لا تطيقها اليمن، ولا تتوافر ولو بنسبة بسيطة لدى اليمن إمكانية محاربة الإرهاب والتعامل معه. اليمن الآن يعيش في حالة فراغ، السلطة منهكة، هناك انقسام ما بين جماعات أخذت شمالا وجماعات أخذت جنوبا، لا زالت الدولة كنا في السابق نشكو من الإرهاب والجماعات الإرهابية والقاعدة نفسها قبل أن يصبح لدينا داعش ولدينا جماعات أخرى أيضا تتغطى الإرهاب، كنا نواجهها بدولة هشة ودولة ضعيفة، لكن الآن ليست هناك دولة حتى نتحدث عن أساليب مواجهتها ونتحدث عن إمكانية التخلص منها. أنا أعتقد أن هذا بالنسبة للدولة، ربما بالنسبة للآلية المتبعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات الدرونز. أخوان ما سمعت السؤال. بالنسبة للآلية المتبعة من الولايات المتحدة فيما يخص ضربات طائرات بدون طيار، كيف يمكن النظر إلى النتائج التي تحقق هذه الضربات؟ هل هذه الآلية هذه ضربات يعني ترقيعية إسعافية، هي فقط للتخلص من رؤوس وقادة التنظيم يتم رصدهم، وأيضا يستفيد الأمريكيين فيها كما قلت سابقا شرعنة وجودهم، هم الآن يدهم مطلقة، هم لا يستطيعون التعامل مع الإرهاب كمشكلة بجميع جوانبها، فقط يتوجه إلى القادة وإلى بعض رموز التنظيم، ويعتقدوا أن إذا سقط الرأس يسقط الجسد. بالحقيقة ليست هكذا، الأمريكيين أنفسهم لديهم تقدير في هذا المجال خاطئة، لا يقدموا حلولا حقيقية. الضربات الأمريكية منذ سنوات نحن نقول أنها تشكل هي أنها تحقق نجاحات، وهذه النجاحات منحصرة في سقوط هذه الرؤوس، ولكن التنظيم لديه آلية في التوالد والتواجد وخلق قيادات كثيرة، لهذا مرت الآن سنوات كثيرة جديدة لا زلنا نشكو مما كنا نشكو منه. لم تحقق هذه الضربات الأمريكية سوى مزيد من السخط وسوى أيضا مزيد من المآسي بالنسبة لليمنيين، الكثير من الخسائر كانت على غير التنظيم أكبر بكثير مما هي على التنظيم نفسه، إذا سقط 10 أو 20 من تنظيم القاعدة هناك المئات سقطوا من اليمنيين الأبريام والأطفال وغيرهم، أوجدت شرخ في هذا المجتمع، أيضا هي تسبب، أنا أعتقد أن هذه الضربات الأمريكية هي إحدى مسببات وإحدى دواعي التي يستخدمها التنظيم لجذب الشباب، فبالتالي عندما يجذب أنه يحارب أمريكا وأن هي التي تحاربه، هنا يكون أسهل لاستقطابه وأسهل دخوله إلى تنظيم القاعدة بحكم أنه يقاتل الكفار وأنه قد تم الهجوم على بلاد المسلمين، كما هي هذه معركة الأفكار معركة أعمق مما يعني يستفيد منها تنظيم القاعدة ويستفيد فيها داعش، لأن أصبحت هذه التنظيمات مدارس، بمعنى أنها في العراق وفي سوريا يعني تقدم خطابها، لكن أعمق لو انتقل بعض التجربة الموجودة في العراق وفي سوريا إلى اليمن لأصبحت هذه التنظيمات تشكل كارثة ليست كارثة. طيب أعود للأستاذ علي من القاهرة. أستاذ علي، هل يمكن القول بأن الطائرات الأمريكية اليوم تأخذ حربها في اليمن بدون أي ضوابط؟ لا أتصور أنه هناك يعني بهذا المفهوم الواسع، أنا أعتقد أنه الحرب على الإرهاب التي تخوضها الولايات المتحدة هي مثل ما تخوضها في كثير من الدول، سواء في أفغانستان أو في الصومال أو في اليمن، لكن كما قلت لك سابقا حاولت بعض الجهات أن تستفيد من مفهوم الإرهاب أو تفاعل الإرهاب داخل بعض المناطق المنتهية بالصراع، الحوثيين مثلا حاولت أنها توجه
يعني في ظل وجود قوات جوية لديها لديهم الحوثيين تحديدا استفادوا من الطيران الأمريكي في تعويض هذه الفجوة، وبالتالي هم يقاتلون على الأرض خصومهم الذين يدمعونهم بالإرهاب، وفي ذات الوقت تقوم الطائرات الأمريكية بملء الفجوة أو جسر الفجوة عن طريق هجماتها الجوية. هناك يعني تجاوزات، ولكن أنا لا أتصور أن يعني الطيران الأمريكي يمكن أن يفتح مناطق عشوائية لا أعتقد ذلك. هو يضرب أهدافا بموجب معلومات مسبقة وقد تحلل تحليل دقيق، أو أنها بناء على معلومات سابقة بأنها حضائن للإرهاب أو حواضن للإرهاب تستهدف. ولكن كما تفضلت أنه حقوق المدنيين أو الضحايا تظل مسألة مغيبة إلى أن تكون هناك سلطة تتابع حول هذا الموضوع، مع أن هنالك منظمات دولية ومكاتب دولية تابعة للأمم المتحدة، وهناك مؤتمرات يعني خلال السنوات الماضية حددت آلية كثيرة ل يعني متابعة حقوق الضحايا، ومنها مكتب الجريمة المعني بالجريمة المنظمة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة المنظمة والإرهاب. وبس هناك يعني كما قلت يعني هناك اضطراب داخل مؤسسات واحدية المؤسسة داخل البلد التي تدير المطالبة بهذه الحقوق، أو فتح قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة بحيث يعاد للضحايا حقوقهم، وبحيث تصوب العملية التي تقوم بها الولايات المتحدة أو حربها التي تخوضها والتي ولن تعطي أي نتيجة. أنا أتساءل أيضا في ذات الوقت، هل أثمرت ضربات الولايات المتحدة الأمريكية على ما تسميه إرهابا في السودان أو في أفغانستان 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات، بل أكثر من 15 عام، لم يحقق شيء، وبالتالي سيظل الوضع في اليمن غير يعني لم يخرج هؤلاء إلى طريق ما لم يحل السلام في اليمن، وتتبع آليات أخرى أو موازية لمكافحة الإرهاب والمعروفة في إطار التدابير ما قبل مكافحة الإرهاب أو التصدي له بالقوات المسلحة أو الجوانب الأمنية، من حيث يعني اتباع يعني تدابير المنع أو جوانب التنمية أو تعزيز بناء وقدرات الدول أو في مسألة القوانين يعني خاصة في مفهوم الإرهاب. أشكرك جزيلا المحلل العسكري علي الذهب، كنت معنا من القاهرة. أختم مع ضيفنا الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية الأستاذ سعيد الجمحي من عدن. أستاذ سعيد، في ظل نظرة البعض لأن هذه الحرب تخوضها الولايات المتحدة بدون ضوابط وأن المدنيين ربما هم الأكثر تضرر وحقوقهم، أرفع الصوت ما أسمعك. تسمع الآن أستاذ سعيد؟ أرفع صوتك لو سمحت. تسمعني؟ طيب لو الزملاء في الكنترول رفعوا صوتي للضيف. أستاذ سعيد؟ تسمعني؟ الصوت ضعيف يعني ما أكاد أسمع. الصوت ضعيف. طيب أستاذ سعيد تسمعني؟ نعم. أستاذ سعيد؟ تفضل. أستاذ سعيد، حماية حقوق المدنيين كيف يمكن حمايتها في ظل الحديث عن أن هذه الحرب تخاض من قبل الولايات المتحدة بدون ضوابط؟ هو رغم أني ما سمعت السؤال، لكن دائرة هي يعني حول الولايات الأمريكية ويعني حربها الإرهاب. أنا أقول أن هناك تضليل أمريكي في هذا الشأن. المجتمعات التي تحارب الإرهاب تنقسم إلى قسمين، مجتمعات قادرة على حربه وهي أوروبا وأمريكا ولكنها تحارب من منطلق مصلحة، ومجتمعات عادة كالمجتمعات العربية والشرق أوسطية التي ينتشر فيها الإرهاب أو أكثر منها هي عاجزة ولا تستطيع التعامل معه عجز كلي، أو أنها فقط تكتفي بحماية نفسها. غالبا أنهم أصبحوا لديهم تضليل في المعلومات حول الجماعات، لديهم مخزون هائل حول الإرهاب وحول الجماعات، لكن خاصة في العراق الآن وبلاد الشام، لكن يضللون يعني حتى الجيوش التي يتعاملوا معها. ننظر مثلا الرئيس أوباما كان في قبل فترة طبعا
بأن تنظيم داعش وتنظيم ناشئ أنه سوف ينهزم، وأكد أنه لا محالة أنه سوف ينهزم. ذهب أوباما وبقي تنظيم داعش، بل أصبح أقوى مما كان، أصبحت له مدارس وأصبحت له أفرع أيضا. هو يبدو أستاذ سعيد أنك لم تسمع سؤالي، كان سؤالي عن حقوق المدنيين، هل تسمع الآن؟ حقوق المدنيين الضحايا في هذه الحرب كيف يمكن الانتصار لها؟ مرة ثانية أقول بأنه عندما تكون معك دولة هنا سيكون حقوق للمدنيين. الآن المدنيون في اليمن مثلهم، لا مؤاخذة على هذا التعبير، كالبهائم، من يطالب بحق البهيمة الآن؟ يعني بالعكس، يعني لو هناك مفارقة، تنظيم القائدة يعني يعلن بأنه سوف يأخذ الثأر لهؤلاء الأبرياء أكثر مما هي الدولة الموجودة. ليست هناك دولة حتى نتحدث على حقوق للمدنيين، وحتى ممكن عبر منظمات المجتمع المدني التي هي برضو أيضا مقيدة. لدينا الآن في اليمن مشكلة معقدة وحالة حرب مستمرة وحالة إرباك، لا يمكن الحديث عن مواجهة حقيقية للإرهاب ما لم تكن هناك دولة، ودولة مسيطرة في عدن ربما حققت بعض النجاحات، يمكن من خلال يعني سلطة محلية، من خلال مجتمعات منظمة المجتمع المدني أن تطالب بهذه الحقوق. ولكن أعتقد أنه لا يمكن أن تلبى أي نداءات ما لم تكن هناك أطر حقيقية لهذه المطالبة. المطالبة بحقوق المدنيين لا زالت بعيدة يعني المنال بالنسبة لليمن. أشكرك جزيلا أستاذ سعيد الجمحي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، وأيضا الشكر موصول لضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ علي الدهب محلل عسكري كان معنا من القاهرة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. في أمان الله.